اسمي أمين عمدوني، عمري 29 سنة، من منوبة. عندي دبلوم تكنسيان جيومتري توبوغراف سنتر سيكتوريال فورماسيون ترافو بوبليك مورناغايا. اليوم نخدم مع شركة تعمل أشغال عامة وبناءات في تونس. أنا قريت باك وما كملتش قرايتي، حبيت نعمل فورماسيون وبديت خمم فما قيس أراضي نحبها أنا من قبل، سألت عليها حسيت روحي باش ننجح فيها، فهمتني بوسك أنا باك مات وحتى القراية بازية على توسكي ماتيماتيك وواحد الحمد لله معناها قريت عامين كملتهم، بديت نفركس على خدمة فهمتني، قعدت نعملو لكيكة كل مرة نمشي للبلاصة حتىش اللي لقيت خدمة سهل ربي لهنا، نخدم تويكة في شركة هي بعيدة عندي توكا معاهم 6 سنين. الحمد لله سوا سمارشمان. خدمتي تتمثل في قيس أراضي، نبداو احنا ديما الويلة في أي شانتي باش ناخذوه نبداو نخدمو فيه، نمشيو نعملو ريكونيسونس للتيران، ناخذو لي لوفي نستحقوهم، نحضرو احنا البلونيات نتاعنا باش نبداو باش نعملو امبلونتاسيون نتاع الفراج. خدمة يوميا معناها في الشانتي نوصلو الصباح هنا نعملوا دورة فهمتني يستحقوا الشيفين ديكيب كشنية التاش اللي عنا هكا نرى في روحي معناها نسيهم هكا باش نزين البلاد. أنا كي نخرج نهار للشارع هكايا نلقى بنية نقول هذايا أنا خدمت فيها ظهرت هكا انفراستركتور مزيانة في البلاد فهمتني. الفورماسيون مع حالات البي بي مش قيت الخدمة هذه كل يوم يتعدى كل يوم نرى حاجة جديدة الاكسبيريونس متاعي تزيد طموحاتي بالطبيعة تتبدل نحس روحي مايش واقف لهنا نجم نقدم فيها فهمتني وننجح اكثر معني في حياتي. اي واحد يحب يخدم الخدمه هذه لازم يكون حاضر في مخه ومركز التركيز بالكدا جوست شويه محبه هكا حب الحاجه اللي يعمل فيها نتصور بشقه روحه ناجح.